حتى تأخذ العدالة مجراها لابد من نزيه يكشف ما أخفي بين القوائم الطويلة. أكثر من 800,000 شيكل سرقت على مدار سنوات وأعيدت لخزينة الدولة بعد اكتشاف ماهر أحمد حسين لتفاصيل الجريمة. ماهر حسين موظف في هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذ أكثر من 15 عام، مدير دائرة نظم المعلومات. استغل محمد علان الموظف في دائرة الرواتب بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وظيفته وأضاف لنظام الرواتب أسماء 7 أشخاص من أقاربه ليحصلوا على رواتب يزيد مجموعها على 800,000 شيكل من خزينة الدولة بدون وجه حق. في بداية كل شهر عند صرف رواتب الأسرى نقوم كنظم المعلومات بإرسال قاعدة البيانات إلى مديرياتنا في غزة. تم إبلاغنا بوجود خلل في قاعدة البيانات، فعند التدقيق في الفحص تبين أن هناك أسماء تم حذفها. انتظرت للشهر الشهر القادم وفعلا تم حذف مرة أخرى، فتواصلت مع البنوك على بحجة أننا نقوم بتعديل قاعدة البيانات، فطلبت منهم الاسم الرباعي وأرقام الهويات الصحيحة. فتم التشكيك أنه الشك بهذا الموظف، لأنه جميع الأسماء المحذوفة لها علاقة وصلة بالقرية التي يسكن بها هذا الموظف. فتبين أن الموظف كان هو الذي وقع عليها ويكتب صورة طبق الأصل لهؤلاء الأسماء، وبعد عملية الصرف يقوم بحذف هذه المبالغ التي صرفت. محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على المداني بالجريمة وألزمته برد الأموال المسروقة. إحنا دورنا بمكافحة الفساد أن نبلغ وما نسكت عن أي تجاوز صغير ولا كبير. اللي في يمكن نظرية بيحكي لك لا يمكن مبلغ بسيط، لا، المبلغ البسيط إذا تم السكوت عنه بيؤدي لمبلغ كبير. فاللي ماخذ 10,000 من غير وجه حق ممكن يأخذ 1,000,000.